التهاب المفاصل الميكروبي يعد من حالات الطوارئ الطبية التي يجب أن نتعرف عليها بطريقة سريعة لعلاجها بطريقة سريعة لتفادي فقدان وظيفة المفصل ولمحافظة على حياة المريض. ما هو سبب هذه الالتهابات؟ أغلبها تكون بكتيريا، في حالات أخرى قد تكون فيروسات، وفي حالات أقل تكون طفيليات. كيف يتم انتقال هذه البكتيريا أو هذه الميكروبات إلى المفصل؟ عادة ما تنتشر عن طريق الدم، طريق دخولها يكون عن طريق الجلد أو عن طريق الالتهابات البولية التناسلية أو التهابات الجهاز الهضمي. قد تصيب أي شخص، ولكن كبار السن، مرضى السكر، المرضى الذين يستخدمون الأدوية عن طريق الوريد أي الحقن الوريدية هم الأكثر عرضة. كذلك مرضى الروماتيزم بشكل عام، من يتلقون علاج لتنزيل المناعة، ومن قد بدل عملية تبديل مفصل من قبل معرض أكثر لهذا النوع من الالتهابات. ما هي الأعراض؟ عادة ما يتقدم المريض للطبيب بألم شديد مع صعوبة في الحركة، تورم وارتفاع بدرجة حرارة المفصل، قد يصاحب ارتفاع في درجة حرارة المريض، وفي حالات شديدة قد يصاحب أعراض أخرى كانخفاض الضغط وتسارع في ضربات القلب. بمجرد ما أن يشك الطبيب بهذا النوع من الالتهاب يجب إدخال المريض للمستشفى لعمل المزارع لكل من الدم وكذلك السائل المفصلي عن طريق سحب عينة من المفصل مع عمل بعض الفحوصات المخبرية والأشعات. يجب إدخال المريض للمستشفى أيضا لتلقي العلاج وهو المضاد الحيوي. فترات أخذ العلاج اللي هو المضاد الحيوي قد تطول إلى فترة 6 أسابيع، ولذلك إن كنت من المرضى المعرضين أو الأكثر عرضة لهذا النوع من الالتهابات عليك أن تعرض نفسك على الأخصائي لتلقي العلاج اللازم بصفة مبكرة للحفاظ على صحة مفصلك وعلى حياتك.